قالت مصادر محلية في محافظة الجوف أن امرأة استشهدت وجرح 6 آخرون بانفجار لغم حوثي أثناء مرور مركبتهم في طريق اليتمة. وأضافت المصادر أن مركبة عائلة الشيخ سعيد المظفري تعرضت لانفجار لغم حوثي أثناء مرورها في خط اليتمة الدولي، ما أسفر عن استشهاد زوجة الشيخ المظفري وجرح 6 آخرين. وزرعت ميليشيات الحوثي الإرهابية آلاف الألغام في الطرقات العامة والفرعية بمحافظة الجوف، وحصدت هذه الألغام حياة عشرات المدنيين.